بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اسعد الله اوقاتكم بكل خير ايها الطلاب والطالبات نعمل مراجعه سريعه عما تناولناه في الحصه الماضيه كان درسنا عن الورع و الزهد وضحنا عدة ضوابط للورع والزهد، من تلك الضوابط أولاً: أن الورع يكون دائماً في فعل الواجب وترك المحرم كما يكون في فعل المستحب وترك المكروه. أيضاً يكون الورع والزهد صادرين عن علم حاصل بالأدلة الشرعية للكتاب والسنة فالجهل او الإحداث قد يؤدي الى فساد اعظم من صلاح يرتجى منه ايضا الموازنه بين المفاس او نسميها المفاسد والمصالح فما غلبت مصلحته فالورع فعله وما غلبت مفسده فالورع تركه آه عندي عده امثله وضحناها في الحصه الماضيه الطعام قلنا ما ينبغي فيه الورع الطعام والشراب فدائما الانسان يتورع خاصه في المطاعم و المشارب وذلك بتحري الحلال وترك الحرام أيضا المنطق والكلام أي ما يتكلم به الإنسان لابد أن يتورع من بعض إيش ما سبحان الله يتفوه به اللسان أيضا من الأمثلة التي بيناها ووضحناها أيضا التورع في المشتبهات فقلنا المشتبهات دائما هي إيش ما كانت بين الحلال وال حرام ولا يعلمها إلا الراسخون في العلم ووضحنا من هم الراسخون في العلم أيضا من الأمثلة في البيع والشراء ومن أمثلة ذلك وضحنا كيف تكون التورع عن السلع المعيبة ولا بد أن نبين عيبها أيضا التورع في الفتوى ودائما وضحنا أن كثير من العلماء كانوا يتورعون عن الإفتاء ودائما لابد اذا افتى ان يكون صادرا عن عدم صادرا عن عدم هذا تقريبا ما تناولناه في الحصه الماضيه ووضحنا الورع والزهد وايضا عرفناها في الحصه التي قبلها تقريبا انتهينا من الورع والزهد اليوم باذن الله راح نوضح قصه عظيمه نبي من انبياء الله سبحانه وتعالى راح نقراها الان في الايات الاتيه يقول حصل له من انواع البلاء التي لا يصبر عليها الا من ثبته الله سبحانه وتعالى آه نقرا الايات قال وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. الآية وهذه الآية تخص من؟ دائما عبارة نرددها ومثال نردده نقول صبر يا صبر أيوب. صبر أيوب أو نسمي أيوب أو سيدنا أيوب سبحان الله ابتلاه الله سبحانه وتعالى بأشد أنواع الابتلاءات. ابتلاه في جسده، ابتلاه في ماله، ابتلاه في اهله، اذا سبحان الله تجمعت عليه الابتلاءات، ليس ابتلاء واحد انما عده ابتلاءات. سبحان الله حتى وصل به ايش قال عندما قال رب اذ نادى ربه اني مسني الضر يعني وصل به الحد. العلماء اختلفوا في السنوات التي سبحان الله مكث فيها ايوب وهو مريض منهم من قال خمس سنوات منهم من قال ست ومنهم من أوصلها ل عشر أو عشر سنة سبحان الله السنة الواحدة أو نقول اليوم اليومين الإنسان إذا مرض سبحان الله ماذا يفعل في نفسه أو سبحان الله يتألم فكيف بس هو بالنسبة لأيوب كم سنوات فسبحان الله مرض إذا ابتلاه الله في جسده فمرض مرض المرض هنا لدرجة أنه ألقي خارج المدينة خوفا من العدوى. أيضا سبحان الله ابتلاه الله في ماله فكان سبحان الله مشهور بكثرة المال من الأنعام والمواشي والدور وما إلى ذلك. فابتلى الله بذهاب هذا المال. أيضا ابتلاه كان عنده كثرة أولاد فأذهبهم الله سبحانه وتعالى. فلم يبقى لا أيوب فصبر أيوب على ذلك. إذا صبر أو صبر أيوب على ماذا؟ على الابتلاء. ابتلاء الله سبحانه وتعالى وهذا باذن الله ما سنتعرف عليه. إذن نتوقع من درسنا اليوم باذن الله او منكم ان نستدل من القران على ان الابتلاء من سنن الله في الحياه. ايضا نعدد صور الابتلاء، ايضا الحكمه من الابتلاء راح نبينها. كذلك موقف المؤمن عند الابتلاء نبين ثلاث من صور الابتلاء في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، ايضا راح نستنتج اثار الابتلاء على المؤمن. بداية معروف أن الابتلاء سنة من سنن الحياة أمامي آية نقرأها قليلا أو نتمعها أو أه نتأملها عندي تقريبا آية الأولى والآية الثانية نتأملها قليلا ونريد أن نسألكم سؤالا فيها نعطيكم فرصة طيب نقرأ نقول ما وجه الدلالة من الآيتين عندما نقرأ الآية أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين عندما أعزائي الطلاب والطالبات عندما نتأمل هذه الآيتين ماذا نجد فيها؟ ما وجه الدلالة من الآيتين؟ عندما نقول الابتلاء سنة من سنن الله في الحياة الأولى قال وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم الآية الثانية ماذا فيها؟ إذا فيها ابتلاء بالخوف والجوع ونقص من الأموال إذا نستنتج أن الدنيا معروف أن الدنيا دار ابتلاء يتقلب فيها الناس بين السراء وبين الضراء، بين الشده وبين الرخاء، وايضا بين المصائب والمحن التي سبحان الله تمر على العبد في ذلك. فلذلك سبحان الله عندما نتامل هذه نستنتج منها وجه الدلاله ان الله سبحانه وتعالى اوجدنا في هذه الدنيا ونعرف ان هذه الدنيا دنيا نسميها ايش؟ دنيا ابتلاء او نسميها دار ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. ما وجدنا الله عبث في هذه الدنيا إذا ابتلاءات تتكرر على الإنسان فسبحان الله حتى يعرف الله أو يجازيه الله على مدى صبره أيضا قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون نستنتج من هذا الآية ماذا نقرأها سواء من البنات أو من الأولاد نقرأها طيب ماذا نستنتج منها أو ماذا نستنتج من هذه الآية عندما نقول فيه نوعا أن الله بلاهم بماذا بالشر والخير قال فتنة في ماذا فتنة إذا ليختبر ماذا صبره ليختبر صبره إذا فيه ابتلاء فيه فتنة الله سبحانه وتعالى لماذا حتى يختبر صبره ويستخلص إيمانه دائما الإنسان دائما نقول عجبا لأمر المؤمن ان امره كله خير راح باذن الله نعلق عليها فلذلك سبحان الله الله يختبر حتى يستخلص ايمانه الله سبحان الله جعل فيه فتن جعل فيه ابتلاءات للانسان حتى يختبر صبره وايضا يظهر توكله على الله لان سبحان الله الانسان يتوكل على ربه ويظن بالله ظنا خيرا دائما نقول عباده الرجاء عباده الرجاء دائما نكررها هو حسن الظن بالله دائما سبحان الله الابتلاءات تجعل الانسان دائما يتقرب الى الله سبحانه وتعالى موقف المسلم من الابتلاء هذا ما ذكرناه قبل قليل قال الرسول صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن هنا يتعجب لامر المؤمن الرسول صلى الله عليه وسلم ما العجب هنا مفكر اذا ما العجب هنا عندما قال عجبا لامر المؤمن ان امره إن أمره كله خير. ما هو الخير في هذا في أمر المؤمن؟ الآن نقرأ قال وليس ذاك ذلك إلا لمن؟ للمؤمن. الشيء هذا ليس لأحد إلا للمؤمن. ماذا يحصل؟ نقرأ الآن قال إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر. في الأولى قال إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له اذا الامرين كلها خير له فسواء السراء سراء او ضراء وهذا للمؤمن اذا قال النبي عجبا لامر المؤمن ان اصابته سراء كنا فقال ماذا شكر وان اصابته ضراء صبر آه عندي عده حكم من الابتلاء لا بد لها من حكمه لا بد لها من سبب راح الان نعرض حكم الابتلاءات الحكمه الاولى اولا تحقيق العبوديه لله سبحانه وتعالى الله سبحانه كما ذكرنا ونكرر دائما الله سبحانه وتعالى وجدنا في هذه الدنيا من اجل ماذا من اجل العباده من اجل العباده فهنا تحقيق العبوديه كيف تكون تحقيق العبوديه في الابتلاءات كيف يكون تحقيق العبوديه في الابتلاءات نرى فان الله تعالى يربي عبده بالسراء والضراء والنعمه والبلاء وايضا حتى يستخرج منه العبوديه في جميع الاحوال كيف يستخرج منها اذا تعلق بالله اذا تعلق بالله وافتقر لله سبحانه وتعالى كما ذكرنا في قصه ايوب مسني الضر وانت ارحم الراحمين اذا افتقر سبحان الله والتجا الى الله سبحانه وتعالى اذا هنا اظهر العبوديه لله فيها نوع من الذل ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فهي فهنا عندما قال مسني الضر الان افتقر واحتاج الى الله سبحانه وتعالى في قصه ايوب فهنا تظهر العبوديه بالاذلال لله سبحانه وتعالى تعالى. قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك فهذا يوضح ان الامر ما الله سبحانه وتعالى اراده اراده لحكمه تركه لحكمه اذا كل شيء لحكمه عند الله سبحانه وتعالى تعالى اذا الحكمه الاولى نعيدها مره اخرى اذا العبوديه كيف تتحقق العبوديه من الابتلاء لان الانسان يظهر افتقاره الى الله سبحانه وتعالى وذله لله سبحانه وتعالى فهنا تظهر اسم العبوديه لله سبحانه وتعالى الحكمة الثانية الحكمة الثانية طلابنا الأعزاء نتأمل الحديث ونستخرج منه حكمة من حكم الابتلاءات قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة نتأمل الحديث ونستخرج منها الحكمة ما هي الحكمة إذا أعطيكم فرصة إذا إذا ممتاز، إذا ما هي الحكمة؟ تكفير السيئات ورفعة الدرجات أو رفع الدرجات، عندما قال إلا رفعه الله بها درجة. إذا سبحان الله أي شوكة الشوكة البسيطة جدا عندما سبحان الله تمس الإنسان، صح أنه يتألم منها، الألم قليل فكيف بالأقوى؟ فسبحان الله هذا الألم القليل له أجر فيه في تكفير للسيئات. شوف رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده من أدنى الأمور يجازي الله سبحانه وتعالى هذا العبد الضعيف. إذا نقول الحكمة الثانية وهي تكفير السيئات ورفعة أو رفع الدرجات. نذهب إلى الحكمة الثالثة نفكر الآن نستعد عندما قال نفكر قليلا في قول ابن القيم ونستنبط منه حكمة من حكم الابتلاءات. قال ابن القيم: فلولا أنه سبحانه يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاءات لطغوا وبغوا وعتوا. هذه مقولة ابن القيم. والله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبده خيرا سقاه دواء من الابتلاء والمحن أو الامتحان على قدر حاله على قدر حاله يستفرغ به من الأدواء والمهلكة إذا هذبه ونقاه وصفاه أهله لأشرف ماذا؟ مراتب الدنيا وهي عبوديته، وهي عبوديته ورفع بها ثواب الآخرة وهو رؤيته وقربه لله سبحانه وتعالى، من أراد الاستزادة في ذلك يذهب إلى زاد المعاد، الجزء الرابع صفحة 195. إذا أراد الاستزادة في هذه الأمور أو في هذه الحكمة كما ذكرها ابن القيم. إذا نفكر فيها ما هي الحكمة عندما قال فلولا أنه سبحانه يداوي عباده بأدوية المحن لبغوا وطغوا. إذا ممتاز إذا تخويف من الله سبحانه وتعالى. إذا الحكمة الثالثة تخويف من الله سبحانه وتعالى لعباده وتحذيرهم من التمادي. سبحان الله الإنسان أحيانا يتمادى فحتى سبحانه دائما يقول عجبا لأمر المؤمن. فسبحان الله حتى الله يكفر عنا خطاياه. فهذه سبحان الله كلها رحمه من الله، كلها كل الامور او الابتلاءات او الفتن التي تصيب الانسان رحمه من الله سبحانه وتعالى. اذا تخويف من الله وتحذير لعباده من التمادي في التقصير في طاعته ومقارفه معصيه وحث وحثا لهم على الرجوع والانابه الى الله سبحانه وتعالى. نذهب الى الحكمه الرابعه، نذهب الى الحكمه الرابعة قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد أنتم الفقراء الآن معي الكل فقراء الآن العبد فقير والله هو الغني إذا ما هي الحكمة؟ ما هي اللي نقول من الابتلاء؟ إذا الإنسان فقير والله هو الغني إذا إذا هو إدراك ماذا؟ ضعفه كما حصل من أيضا أيوب كما حصل إذا إدراك ضعفه وحاجته إلى ربه وفقره إليه وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه فيلجأ إليه ويفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، إذا وضحنا أربع من حكم الابتلاء، نعيد مرة أخرى بشكل سريع، أول حكمة هي تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى كيف تكون في الابتلاء بأن الإنسان يلتج إلى الله ويفتقر إلى الله يربي سبحان الله عبده في سرائه وضرائه في محنه وسبحان الله وابتلاءات الله سبحانه لهذا العبد الحكمة الثانية كما ذكرنا فيها تكفير للسيئات ورفعة لهذا العبد الحكمة الثالثة وهي ماذا يخوف الله سبحانه وتعالى عباده بهذه الأمور حتى يرجع إلى الله سبحانه وتعالى فيها نوع من الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى الحكمة الرابعة وهي أن يدرك الإنسان ضعفه هذه حكمة من الله عندما يبتلي الإنسان حتى يدرك أني ضعيف أمام الله عندما نقول نحن الفقراء والله هو الغني يعني الله غني عن عباده غني عن أعمالك غني عن الأمور أن الله غني عن كل ذلك فنحن الفقراء إلى الله سبحانه وتعالى فحتى يدرك الإنسان ضعفه أمام الله سبحانه إذا هذه حكم الابتلاءات الابتلاء في حياه النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي و... عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله اي النساء عفوا اي الناس اشد بلاء ماذا قال؟ قدم الانبياء ومعروف بلاءات الانبياء والقصص من اراد الاستزاده في ذلك يعني في قصص الانبياء يذهب عندك البدايه والنهايه ايضا الكتب التي هي اعلام سير النبلاء هذه كتب كلها زاخره سبحان الله تجعل الانسان يطمح للاخره ثم الامثل فالامثل يعني الامثل الان الانبياء وبعدهم من كان مثلهم او اقرب لهم يبتلي العبد على ح او يبتلى العبد على حسب دينه فإن كان دينه صلبا إن كان دينه قويا يعني اشتد بلاؤه وهذا ما كان في أو عند الأنبياء وإن كان في دينه رقة ابتلى بحسب دينه بحسب دينه حتى يتركه يمشي عرض وما عليه خطيئة رحمة الله بعبده يعني يبتلى كما ذكرت قبل قليل حيان الشوكة هذه ترى ابتلاء من الله سبحانه وتعالى يعني الانسان ما يحصل له في دنياه فكلها ابتلاءات حتى سبحان الله ما يمشي على الارض ولا يستفي او به خطيئه فهذا سبحان الله ابتلاءات وكل يبتلى بحسب دينه اذا الدين صلب قوي الابتلاء حتى سبحان الله يطهر الله من جميع الذنوب واذا اقل اقل وهكذا كلما قل, قل قل الابتلاء كلما قل الايمان او الدين قل الابتلاء عندي قصص او نوضح النبي صلى الله عليه وسلم، باذن الله بعد ما ننتهي اريد ان تبحثوا لي عن قصه او سيره للنبي صلى الله عليه وسلم. لو تاملنا سيره النبي صلى الله عليه وسلم لهي مليئه مليئه بابتلاءات عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء من قومه سواء سبحان الله واكثر شيء كان من قومه. فيقول نرى تلون الاحوال عليه من سلم وحرب وغنى وفقر. يعني حتى الغنى والفقر ابتلاء لا يقول الانسان انا غني والله الله اكرمك لكن هذا ابتلاء المال المال ابتلاء والفقر ابتلاء وامن وخوف واقامه في وطنه سبحان الله بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ترك مكه ترك مكه هذا نوع من الابتلاء ترك البلاد نوع من الابتلاءات وقتل احبابه واولياءه بين يديه هذه كلها ابتلاء قتل أحباب النبي أقاربه هذا ابتلاء أيضا وأذية الكفار له بأنواع الأذية هذا أيضا ابتلاء أيضا سبحان الله صد الناس أو كانوا يصدون النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا ابتلاء أيضا سبحان الله وتأنيب وتأليب الناس وتكذيبه تبت يدا أبي لهب, لهب وتب الآن بالنسبة لأبي لهب ماذا قال عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أو جمعهم وقال النبي لهم حتى سبحان الله يجعلهم يدخلون ماذا عندما جمعهم قال ألي جمعتنا أو قال تبا لك لهذا جمعتنا فأنزل الله سبحانه وتعالى تبة تبت يد أبي لهب و آه هذا النشاط بإذن الله بداية الحصة القادمة أريد منكم الكل يبحث في قصة النبي أو يلخص قصة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته لأهل الطائف وحيث كيف واجه النبي صلى الله عليه وسلم هذا البلاء بدايه الحصه القادمه الكل انا وانتم نريد ان نعرض هذه ايش القصه نشاط اخر نقول تتعدد صور الابتلاء بين كيف يكون الابتلاء مما يلي الان هذا قد يبتلى فيها العبد عندي فقر عندي مصيبه عندي مال عندي ولد عندي شهوات طيب ما هي صور الابتلاء الفقر كيف يكون صور الابتلاء فيه يضيق الله واما اذا ما ابتلاه الله سبحانه وتعالى لا ماذا يحصل له في تضييق للرزق له يضيق الله عليه رزقه حتى يختبر ماذا قوه صبره يختبر قوه صبره ايضا المصيبه احيانا المصيبه لا تكون في مثلا وفاه او ما الى ذلك احيانا المصيبه قد تكون في الدين احيانا يكون مصيبه في الدين احيانا ما قد تكون المصائب في الاولاد وما هذه الاعظم ان تكون في الدين فالله سبحانه وتعالى الان يختبر الانسان يحاول الانسان يجاهد نفسه حتى يبتعد عن المعاصي وعن الذنوب سبحان الله يطهر نفسه ايضا في المال كما ذكرنا الفقر والمال ايضا الفقر كما يقول الله المال يوسع له في رزقه كما حصل في الوليد بن مغيرة الله أعطاه كثرة المال ومع ذلك سبحان الله الله فيه ابتلاء لأنه كافر أساسا لا يعتبر لكن نقول أحيانا يوسع الله سبحانه وتعالى في الإنسان هذا بالنسبة للمؤمن يوسع له ليختبر مدى صبر لا يقول أكرما الله أكرمن صح لكن ماذا أنها سبحان الله كلها ابتلاء من الله سبحانه وتعالى أيضا الابتلاءات في الولد قد يكون الولد عاق قد يكون عاصي فهذا نوع من الابتلاءات يحاول الانسان ان يصبر يحاول ان سبحان الله يحاول ان يهدي او يهدي ولده ويجاهد في ذلك ويجاهد في ذلك ايضا الشهوات الشهوات ايضا من سبحان الله انسان اذا جرف وراء الشهوات ايضا هذه نوع من الابتلاءات ونوع من الفتن فسبحان الله كلها الله جعلها من اجل ان يختبر عباده يعني الآن عندي ملذات وعندي شهوات وعندي امور الله سبحانه وتعالى من اجل أن, أخ... ان يختبر الله سبحانه وتعالى قوة صبري، قوة صبري في ذلك. آه اذا هذا بالنسبة نعيد مرة اخرى آه اذا وضحنا الابتلاء وبينا ال ال انواع الابتلاءات والحكم من الابتلاءات نمبا... نسوي مراجعة سريعة سريعة على ما آه وضحناه وبيناه الحصه اولا كما قلنا ان الابتلاء هي سنه من سنن الحياه كما ذكرنا في الايتين انها كل الدنيا معروف انها دنيا ابتلاء دنيا ماذا سبحان الله يبتلي بها الله سبحانه عباده حتى يختبر ماذا قوه ايمانهم وقوه صبرهم ايضا وضحنا موقف المسلم من الابتلاءات ايضا وضحنا حكم الابتلاءات حكم عديدة للابتلاءات وضحناها وضحنا الحكمة الأولى كما ذكرنا هي تحقيق العبودية لله أيضا وضحنا الحكمة الثانية وهي ماذا الله سبحانه وتعالى يكفر السيئات ويرفع الدرجات يكفر العبد أي سبحان الله ما يحصل للعبد في الدنيا يكفرها الله سبحانه وتعالى أيضا كما ذكر ابن القيم فيه تخويف للعباد تخويف وتحذير لعباده من التمادي والتقصير في طاعته، أيضا الحث لهم سبحان الله الإنسان دائما التوابين سبحان الله الإنسان يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا الحكمة الرابعة هو إدراك الإنسان ضعفه وحاجته، كيف ضعفه وحاجته؟ أن الله أن الإنسان دائما بحاجة الله سبحانه تعالى ذكرنا أه دائماً نقول ابتلاءات دائماً للأمثل فالأمثل فالأنبياء الشهداء الصادقين وهكذا فسبحان الله كلما ارتفع أو قوية إيمان العبد زاد بداء سبحان الله بلاء زاد بلاء أه كما ذكرنا وتأملنا قصة النبي صلى الله عليه وسلم الأذية التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم من ماذا من قومه بلاءات للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته للنبي صلى الله عليه وسلم وصع يعني قصص وسير عظيمه فيها آه مثلا تجسد ماذا؟ تجسد قوه الايمان وقوه الصبر، فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. آه بدات الان وقلت الصبر باذن الله لنا مفاجاه باذن الله الحصه الماضيه في درسنا القادم باذن الله، اذا هذا ما تناولناه في حصتنا بمجملها وضحنا الابتلاءات وكيف الانسان يبتلى وما هي الحكم من هذه الابتلاءات. في نهايه مطافنا اليوم اشكر الجميع على حسن الاستماع وحسن الانصات والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.